اكسلنسيز، ماي نيم از نريمان خالد. ارحب بحضراتكم، اسمي نريمان خالد، انا من المركز الاعلامي لمهرجان العلمين. استعدوا لتروا كيف لارض قد مزقها النزاع قد تحولت الى مثال رائع نحو الابتكار والحداثه. هذه المنطقه لديها تاريخ معروف خلال الحرب العالميه الثانيه، حوالي 21 مليون لغم قد تركوا هنا. هذا المكان مخصص للفعاليات الكبيرة، أليس كذلك؟ نعم، الفعاليات الكبيرة لأهم النجوم المصريين. كنا نعمل على هذا الأمر منذ بداية الموسم، وغدا ستنعقد أكبر حفلة في مهرجان العالمين الجديدة. نتأكد من أن كل شيء يسير بأعلى جودة ممكنة، فنستخدم أفضل النجوم الصوتية، أحدث وأكبر الشاشات. أعتقد أن المكان يتسع لآلاف الأشخاص أو ربما أكثر، لست متأكدة لأن لدينا منطقتين. هذه منطقة لكبار الزوار تتسع لحوالي 23 ألف شخص، وهذه المنطقة للوقوف في الحفلات. دوما نحرص على وجود أعلى جودة وأحدث إمكانيات، وهذه المنصة الرئيسية للعالمين الجديدة. يعني احنا من زمن أم كلثوم القدماء وعبد الحليم حافظ كبرنا. أنا أحكي عن نفسي. زين؟ وبعدين هو يعني التلفزيون العراقي كان تلفزيون مصري يعني حقيقة، يعني الأفلام والمسرحيات والمسلسلات مصرية تقريبا 90%. الفن المصري هو اللي طاغ على الساحة العربية، ولذلك احنا حتى اللغة أو الأكسنت المصري نفهمه 100%. أنا اللي لاحظته الحقيقة في خلال زياراتي للعراق إنه شعب ذوق للطرب بشكل كبير جدا، يعني بيعرف يتذوق الطرب الأصيل القديم، حتى الجداد اللي بيغنوا حاجات فيها طرب بيقدروا يتقبلوها ويتذوقوها. احنا بالمنطقة يعني على مستوى الإقليم دول الخليج ودول الجوار، يعني ناظم الغزالي وكاظم الساهر وسعدون جابر، وهذول المطربين يعني لحد الآن يسمعوهم في دول الخليج. ياس خضر الله يرحمه، فلما يعني كنت سفير في السعودية كنت أسمع هذه الأغاني في عند المجتمع السعودي. السعودي. أي. بس على المستوى العربي مصر، يعني حقيقة الفن المصري والطرب المصري والأفلام المصرية. بلد الكل يا سعد سفير. الله يحفظكم. أتمنى يعني أنا فرحان حقيقة أنه أشوف العالمين وأشوف هذه الروعة وهذه الأيقونة وهذا البناء وهذا النموذج المودرن في أرض مصر. فخورين إحنا كعرب أنه نكون هنا ونشاهد هذا الفستيفال، ونتمنى مزيد يعني من الرقي. أنا حاليا يشتغل في سفارة في مصر لمدة 12 عام، وأول مرة نزورت اليوم للعالمين، وعجبنا كثيرا لحضارتكم والبناء المباني الجديدة. أنا 6 سنوات كنت سفيرا في إمارات، وهذه المنطقة يشبه إماراتي، والمبروك لهذه المشروع الضخمة. إن شاء الله وفد السياحة من كازاخستان يفضلون دائما اختيار هذه المنطقة العالمين. أول رحلة بالطائرة كان إلى العالمين، في المستقبل نحن نزيد عدد السواح من بلادنا إلى دولة مصر الكريمة. شكرا. كازاخستان من الدول المهمة بالنسبة للسياحة المصرية كثير، سواء كان لمنطقة شرم الشيخ والغردقة
وحتى القاهرة إلى حد ما، إنما الساحل الشمالي بالنسبة لهم منطقة جديدة من ناحية الاهتمام. وأظن أنه مع يعني السنين ومع الخبرة ومع المهرجانات ومع تعرف على المنطقة أكثر، هنشوف سياحة كازاخستانية أكثر في مصر إن شاء الله. ومجال ثاني التي اليوم ناقشنا مع معالي الوزير، موضوع حماية آثار الإسلامية موجودة في مصر. كما تعلمون السلطان الزاخر بيبرس جدنا مسقط رأسه في بقر قزوين في كازاخستان، وإن شاء الله في مستقبل كازاخستان والرجال أعمال كازاخستانيين يبذلون جهود لترميم بعض الأثار التي يحتاج لتحسين أمورها، وإن شاء الله سنبذل جميع الجهود. سندرسها سويا، وهيكون في بروتوكول تعاون في هذا المجال وترميم الأثار والحفاظ عليه.